السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه شركه السلومانيه بتقدم عرض كبير قوي على البوتاجازات والاجهزه كلها. انا النهارده هوريكم بوتاجاز جميل جدا، هو اي بوك، هي في شركه ايطاليه موجوده في مصر. عايزه اكلمكم عن الجهاز اكتر واقول لكم ان هو ازاز فومير لونه جميل، ماشي. الكوش دي نحاس، الكوش نحاس طبعا سهله التنظيف، اي ست بيت بتبقى سهله عليها في التنظيف كده بالطريقه ديت، وبتتنظف بتبقى سهله جدا، وديت نحاس. عايزه اكلمكم كمان عن البوتاجاز من جوه، هو لونه جميل جدا، هو لونه خشبي ديكوري بيناسب اي ذوق ست مصريه. طبعا من جوه في شوايه، هنا في شوايه وفي فرن، طبعا في مروحه عشان توزيع درجه الحراره عشان يبقى الاكل طعمه جميل، ماشي. طبعا في ازاز داخلي بالنسبه للبيت، ازاز داخلي وازاز خارجي. الرف طبعا نوع اسفلت، ماشي. وكمان ممكن انا اشغله على انبوبه او ممكن على غاز طبيعي، اوكي. وفي تحت حفظه عشان تحفظ الطعام اللي انت ساكته، هو طبعا عليه ضمان 5 سنين، ودي حاجه مهمه قوي في البيت بستخدمها عندي. وكمان سهل التنظيف وحاجه كويسه، وسعره النهارده نازل عرض من الشركه، سعره 3500، فعلا ده مش موجود في اي مكان تاني. حاجه هتناسب الشركه المصريه، لونه جميل وسعره حلو وسهل في التنظيف بالشكل دوت. حاجه نازله النهارده عرض، يا ريت تستفيدوا معايا من العرض. في عندي لمبه، وفي عندي الزراير ديت للمروحه، وفي ده للشوايه، ان انا بشغل الشوايه مثلا لو بشوي فراخ او بشوي اي حاجه ثانيه، في الزراير بتاعتها. فبصراحه في امكانيات كتيره جدا، واستخدامه حلو وسهل في التنظيف، ففي مزايا كتيره جميله، وسعره كمان نازل عليه عرض، حضرتك مش هتلاقيه في اي مكان ثاني، نازل سعره 3500. هنا بالشكل ده، موجود هنا عندي بالشكل دوت، الارفل بتاعته بتبقى سهله في التركيب، دي اهي بالشكل ده عشان ترفعي عن مستوى الارض. بصراحه ممكن تشتغلي عليه، ممكن تشغليه على انبوبه او ممكن غاز طبيعي اللي متوفر عند حضرتك. 5 شعلة وممتاز يعني بصراحه، ونحاسي سهلة في التنظيف، مش هتتعبي جدا، فهو ممتاز. المقاس بتاعه 60×90، يعني حضرتك هتبقي شغالة هتعملي كذا أكل كذا صنف في نفس الوقت، بينجزك وبيبقى سريع معاكي في إن أنت تعملي حاجة، فهو جميل بصراحة. وسعره النهاردة نازل عرض يا جماعة من الشركة، سعره 3500، يا ريت تستفيدوا، يا ريت تستفيدوا معايا بالعرض. سعره النهاردة 3500 بدل 5000 جنيه، يا ريت تستفيدوا من العرض.